بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، جماهير النادي في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا بكم أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي. والنهاردة مباراة مهمة جدا 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 في الدوري الممتاز أمام نادي البنك الأهلي،